ارتفع الى سبعه قتلى وسبعين مصابا عدد ضحايا انفجار قنبله يدويه خلال حفل زفاف بمنطقه الشقل شرقي العاصمه السودانيه الخرطوم وذكرت وسائل اعلام محليه ان افرادا من الشرطه القى او فردا من الشرطه القى قنبله يدويه داخل سرادق الزفاف ومن بين المصابين اطفال رضع فيما لم تتضح على الفور دوافع الجاني.